نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من بيروت معي محمد المصري مدير البرنامج التعليمي في منظمة مابس. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. دائما ما يخطر في بالنا للوهلة الأولى الأردن، كيف يختلف الوضع في لبنان عن الوضع في الأردن؟ الوضع أفضل طبعا دائما ما نتحدث عنه وفق التقارير، ما الذي يتم توفيره هناك ولا تستطيعون أو لا يوجد لا يمكن توفيره في لبنان؟ مساء الخير أنسي ميسون، أهلا وسهلا. الأرقام رغم قديش هي صعبة وقدي مؤلمة، ولكن للأسف هي أفضل بكثير من الواقع اللي موجود على الأرض حاليا، لأنه الأعداد اللي ذكرتيها حضرتك هلأ من شوي هي أعداد المسجلين باليونتر بشكل رسمي، ولكن في عنا أكثر من نصف مليون سوري بلبنان غير مسجلين، يعني هدول كلهم ما بيدخلوا بكل الإحصاءات اللي بتصدر عن الهيومن رايتس ووتش أو عن اليونتر. هلا حوالي نصف مليون من ال 3 الى 18 سنه بعمر التعليم، 155 فقط هي استيعاب المدارس الرسميه لهدول الطلاب. هلا حوالي نصف هدول الطلاب او اكثر خارج اي فرصه للتعليم سواء كان رسمي او غير رسمي. المشكله انه حتى بعد مثل ما تفضلتي بعد 6 سنين من الازمه ومن استمرار المشكله، بناء مدارس جديدة أو استيعاب طلاب بمدارس جديدة هو مشكلة، لأنه في مرتبط بفكرة توطين اللاجئين وهي مشكلة سياسية وعلى طب استيعاب المحدود للطلاب التعليم الرسمي هو أحد مشاكل، بس مثل كمان في عنا موضوع المدارس الإعدادية مثلا، يعني نسبة اللي بالتعليم الإعدادي هن ما تتجاوزت 2%، ما بتوصل لأكثر من 2% بالتعليم الإعدادي، لأنه ترخيص مدارس جديدة جدا صعب، و المعلم السوري ممنوع من العمل بشكل رسمي، دوره بالعمل فقط كمتطوع، يعني في كثير صعوبات. بس كطلاب بالمدارس الرسمية ما المشكلة هناك؟ يعني المفروض المدارس الرسمية بلبنان يعني افوردبل التقسيط او الدفع، صحيح؟ صحيح، المدارس هي مجانية المدارس الرسمية، ولكن معظم المخيمات اللي موجودة بالذات بمنطقة البقاع هي بعيدة عن المدن، خلينا نقول أو المناطق السكنية، يعني مجرد وصول الطالب من المخيم إلى المدرسة الرسمية راح يكلفه مبلغ هو غير قادر على تأمينه. صحيح، وخاصة مثل ما ذكرنا أن المفوضية تستثني والوزارة من المستلزمات بكلفة النقل. طيب إذا ما تطرقنا لموضوع يعني الجذور لهذه المشكلة، عدم تعليم اللاجئين السوريين فيما يتعلق بمن يتسرب من المدارس بسبب طبعا يعني كما ذكرنا نقطة مهمة، ترف يعد للبعض موضوع المدرسة، صحيح، مقابل تأمين الرغيف، لذلك يرسلون أطفالهم لسوق العمل بدلا من إرسالهم للمدارس. صحيح، هلا هي فينا نلاحظها بالمرحلة الإعدادية، يعني بس يخلصوا الطالب صف سادس لمعظم العوائل يعتبروها هي رفاهيه مثل ما تفضلتي، فانه لا بيروح بيشتغل بيساعد اهله في حال كانوا عايشين اصلا، يعني بيكون دوره بالعمل اكثر ما يكون يعني مكانه الصحيح اللي هو بالمدرسه. اضافه انه بالاصل في مشكله بلبنان هي مدارس الرسميه عددها كثير محدود، وسابقا قبل النزوح ما كان في هي خلينا نقول رغبه من حتى من السكان من المجتمع المحلي بارسال اولادهم للمدارس الرسميه لعدة أسباب، منها العنف اللي كان موجود، السمعة السيئة لبعض المدارس، عدم رغبة الأهالي وحتى استغنائهم عن فكرة الإفادة الرسمية مقابل أنه خلاص في طريقة تفكير هذا أنا. يعني صحيح، مع أنه في المدارس الرسمية بغالبيتها بلبنان حقيقة يعني تعليم مهم جدا ونفس صحيح ونفس خبرة الكوادر. الماضي جهود الوزارة كانت جدا كبيرة، ما فينا ننكر هالشيء ابدا، ولكن يعني بالمقابل اذا كل المدارس الرسميه بتفتح ابوابها فقط للطلاب ما بيكفي الاستيعاب اللي موجود بالمدارس الرسميه، ما بيغطي حتى 70% او حتى اقل من 70% من الحاله الاجماليه. شكرا جزيلا لك سيد محمد من بيروت، كنت معنا مدير البرنامج التعليمي في منظمه مابس محمد المصري.